ازيك يا غالية؟ الحمد لله يا معلم. صح، قاعدة لوحدك ليه؟ أبدا بشم هوا. اللون ده حلو عليك، يعني قصدي يعني بقيتي يعني حلوة. على فكرة أنت مش مضطر تقول كلام أنت مش حاسه. أنا مقدرة كويس جدا الموقف اللي اتحطينا فيه احنا الاتنين، وفاهمة كل حاجة. انت كده سهلتيها عليا بنت الاصول. اسمعي الكلمتين دول وفهميهم كويس، انا مش راجل دني وبجري ورا الحريم. والست اللي فوق دي مرتي وبحبها، وهي اللي طلبت ليك عليا تبقى مرتي، وخاف ربنا فيكي ولا زعلكيش ولا جعليكي، كل حاجه هتتم زي شرع ربنا ما بيكون. عداك العيب يا معلم صقر. أبويا الله يرحمه كان دايما يقول لي الراجل الدغري ما يتخافش منه. توكلنا على الله. يا قلبي والله يا غالية ما عرفت أنا من امبارح. ليه يا حبيبتي؟ من حرقة قلبي عليك يا بنتي. على فكرة أنا لما قلت سجر ما تأخرش. وأنا أقدر أتأخر على غالية؟ وعلى أي أمر تأمر بيه يا ست الناس؟ تسلم يا باشا، ربنا يخليك. كل حاجة هتجهز يا معلم، هتبقى تمام التمام. تاخد غالية معاك وتخلي بالك منها. انت بتوصيني على غالية؟ دي بنت ابويا وعشرة العمر واغلى الغاليين. انتوا بتقولوا الغاز، طب رسوني على الموضوع، انا مش فاهمه انتوا بتقولوا ايه. ما تستعجليش، هتفهمي كل حاجه في وقتها ان شاء الله. يا رب. ايه يا رب؟ وفي ايه ده؟ وفي ايه يا معلم؟ ايه ده؟ يا معلم باشا خش وفتشوا لي المحل ده حته حته. خير يا باشا؟ في حاجه ولا ايه؟ جالنا بلاغ انك بتتاجر. ما انا تاجر يا باشا، ما دي تجارتي. في البودره يا خفيف. بودره؟ ومعايا اذن النيابه، تحبوا تشوفوا؟ لا يا باشا اعتبرني شفته يا باشا، انا الحمد لله نضيف وساخ سليم. انا ساخ سليم ولا مش سليم؟ ساخ سليم وربنا يا باشا. الحمد لله رب العالمين، سعادتك ايدي نضيفه وزي الفل. الحاجات دي جوه يا باشا. ايه ده كله؟ ده انت ما سبتش حاجة ما عملتهاش. على النعمة ما اعرف عنها حاجة. ايه دي يا ابني؟ هتوب يا باشا، هتوب فين؟ انا ما اعرفش يا عم. اوعى يا عم، والله ما اعرف حاجة عنها. احنا استلمنا دي عتبة، الحرم استكتر علينا العيد. مش هعلك يا حرم يا جدعان، مش عاجبني والله. اوعى يا جدع، مش هسيبك يا معلم. يا جدع انت تكون مين اللي عمل كده؟ قول لي محامي. مش هسيبك يا معلم. يوم اسود باللي انت فيه يا ميسو، يا رب ينتقم منك. ده رايح اخويا انت وهي. ايه يا فرجه؟ يلا يلا من هنا. يلا. السلامة يا ميشو. الدولارات والسلاح والكوكايين اللي راح عنده هيخليه يقضي بقيت عمره في السجن. كله سلف ودين. بس الظاهر ان الواد عظمه ما خدش في ايديك غلوه. طلع لصاحبه اول ما شممت الفلوس سلم نمر على طول. طبعا. تربية ميشو. انت عايزه يطلع ايه يعني؟